السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الثانية في الأسبوع 11 في علم الأحياء أو الكيمياء الحيوية بايوكيمستري. توقفنا إلى كومباوند أو كومبلكس أو كومبلكس ليبيد، ومنها مثال فوسفوليبيد. الفوسفوليبيد يا جماعات الخير هو الدهون الثنائية التي تكون باثنين تيل، رأس فوسفوليبيد، تمام، رأس فوسفوليبيد زي ما احنا شايفين عندنا في الرسم، شايفينها اتنين ديل رأس جليسرول ومجموعة فوسفيت، تمام. قال لك انه هذه الدهون اللي هي بتعمل عندنا غشاء الخلية. كيف استاذ نفهم؟ قال لك the central architectural features، أي الخاصية البنائية of biological membrane للغشاء الخلوي لأي خلية موجودة عندنا is a double layer، طبقتين زي الساندويش، بكون عندنا فوسفوليبيد هان وقباله فوسفوليبيد آخر عندنا، حنشوف كيف، of lipid which acts as a barrier، وهي تعمل كحاجز to the passage لمرور of polar molecule and ions. طالما الرأس محب للماء والديل كاره للماء يبقى مش حتمر ولا مركب. إذا المركب محب للماء الدهون هذه حتمنعه، إذا المركب كاره للماء هذا المحب للماء الرأس حيتحكم فيه. The membrane lipid، وهذا يطلق عليه amphipathic. Amphipathic أي أنه مركب، تعريف amphipathic، one end of molecule طرف من هذه الجزيئات محب للماء طرف كاره للماء، هيدروفوبيك كاره للماء، والطرف الآخر اللي فوق هيدروفيليك محب للماء. their hydrophobic interaction with each other and their hydrophobic interaction with water، بمعنى المحب للماء يرتبط مع المحب للماء والكاره يمنع المحب للماء، والعكس بالنسبة للدهون. with water direct their packing into sheet called membrane، ويعطينا هذا المجسم مع مجسم آخر بيعطينا شكل الساندويش اللي احنا شايفينه الآن. هاي اللي تو شفنا الرأس، وهي الاثنين ديل، تمام، وهي قباله رأس واثنين ديل، يعني عكس بعض عكس بعض، تمام. طبعا في هذا يطلق عليه غشاء الخلية cell membrane، زي ما احنا شايفين يحتوي على دهون فوسفوليبيد. فوسفوليبيد من ناحية الدهون يتكون من فوسفوليبيد، في موجود بروتين، هذا البروتين عبارة عن بوابات، يدخل من هنا المركب ويخرج من هنا أو العكس، هذه بوابات كنل، قنوات، بوابات جيت، شو بدك سميها سميها. هذا اللي باللون الأصفر كوليسترول، هيو زي ما احنا شايفين. هنا ذكرنا الدهون، ذكرنا البروتين، طب وين السكريات؟ هذا اللي موجود على سطح الخلية يا جماعة الخير، هذا زي الأنتنة، بيتعرف عليه الهرمونات زي الانسولين بيتعرف عليه، كل واحد مخصص الى مركب. هذا من السكريات، اوليغوساكرايد، تمام، نقبه فاهمين. هانك بكون شكلها سطح الخليه، هذا بنقول عنه ريسبتور مستقبل، هيو ريسبتور مستقبل، كمان بيستقبل المركبات من برا وبسمح لها تدخل زي فيزا، بتعرف عليه اه هذا صاحبي مرجو بيمر. طيب نمشي، نيجي للنوع الثالث ستيرولز. ستيرول قلنا لكم هو عبارة عن أربع حلقات مرتبطة أو مدموجة مع بعض، تحتوي على OH، هذه OH محبة للماء، باقي الأربع حلقات كاره للماء، بنقول عنهم استيرول. هدول الأربعة استيرويد نيوكلاس، استيرويد، خلي بالك يا جماعة هذا بيتكون منه الكوليسترول،
يتكون منه الكوليسترول، يتكون منه دهون، يتكون منه هرمونات. وخلي بالك الهرمونات، الاستيرويد، هذه أدوية من نوع استيرويد، بقول لك هذا استيرويد أي أنه دهني. دهني يعني تأثيره قوي، وشو بكون على النواة مباشرة على الكروموزوم بيشتغل، يعني تأثيره فعال 100%. كورتيزولات يا جماعة الخير بتكون برضو، قال لك استيرولز هاف فور فيوجد كاربون رينجز، أي أن هذا الاسترولز بيتكون من 4 حلقات استيرويد. استيرولز ار ستراكشر ليبيد، هو نوع من الدهون البنيانية وليس تخزين الطاقة، وحكينا في المحاضرات السابقة. بريزنت ان ذا ميمبرين، موجود في الأغشية، في موست ايوكاريوتيك، موجود في حاجات كتيرة. ات كونتين ستيرويد نيوكلاس، اي انها البؤرة تبعته الأساسية. تي كونسيست اوف فور فيوج درينكس، من 4 حلقات، وكل واحدة بتكون 3 with 6 كربون and 1 with 5 كربون. تمام، واحدة 6 كربونات واحدة 5 كربونات. تمام، the steroid nucleus is almost planar، يعني ايه؟ بشكل خطي ريحات مستقيم، and relatively rigid، بتكون صلبة شوية ال4 حلقات. ما اي نعم دهون يعطي مرونة، بس هذه صلبة، عشان هيك تشكلها وتلعب في زاوية أو تلعب في نقطة إنه دهون تركب الشكل، أو وجودها في هان يحفظ الشكل. The fused ring don't allow rotation about CC points، يعني ما فيش إنه نقول هذه نطقها من النص وتنكسر، لا مش مرنة، 4 حلقات صلبة. تمام، هذا الشكل طبعا، هاي ال4 حلقات، وفي هانا عندنا ديل، اكتبها عندك، هذا الكوليسترول، هذا الكوليسترول من 27 كربونة، الكوليسترول 27 كربونة، هاي بتعد من هان لغاية هنا 27 كربونة الكوليسترول. هذا شكل الكوليسترول يا جماعة الخير، هدول بس ال4 الاسترول، نضيف عليهم هدول صار شكله كوليسترول، اللي هو الكايل سايد تشين، حطينا عليها الالكايل سايد تشين، أصبح كوليسترول. الكوليسترول اللي في الدم يصنع منه هرمونات وكل حاجات كثيرة. العديد من الناس بتقول لك انه الكوليسترول سيء، احنا بنقول لهم مفيد، لانه غيابه يسبب نقص في هرمونات عديدة. يبقى الكوليسترول من كم كربونة يا استاذي؟ 27. تمام، هاي الكوليسترول، شايفين ال4 حلقات، وهي الديل. قال لك سترول سيرفز از بريكورسرز، تعمل على الاسترول، يصنع منها فور افيريتي، العديد من البرودكتس، من المركبات، with a specific biological activity. من هذا الاسترولز يتم اضافه عليه شويه مركبات زي الالكايل تبع الدوي، اصبح كوليسترول زي اللي احنا شايفينه في الرسمه. هذه او اتش بتخلي الكوليسترول يتعامل مع الماء، شايفها؟ طيب كوليسترول اللي تصنع اساسه من الاسترول، ال4 حلقات وضفنا عليهم. The major sterol in animal tissues، يعني معظم اللي موجود، الاسترولات اللي موجوده في الانسان والحيوان هو كوليسترول، استرول وعليه الالكايل صار اسمه كوليسترول. is amphipathic، يعني الكوليسترول مش دائب دهني يا جماعة الخير، ولا دائب مائي، لا، يلعب على الجانبين، انه يرتبط مع الماء ويرتبط مع الدهون. عشان هيك في الدم لما بنيجي بنفحصه ما بنشوفش الدم، احنا طبقتين، طبقة دائب دهني وطبقة مائي. خلي بالك، يبقى الكوليسترول از امفي باتي، هذه المعلومة تخليها في راسك مهمة. تمام، للكوليسترول. طيب قال لك with a polar head، زي ما شفنا الرأس الهيدروكسيل جروب اللي هي الاو اتش اللي شفناها، محب للماء، ونون بولر اللي هو الاستيرويد ال4 حلقات،
وزيتشين سي 17 عند كربون رقم 17 but as along 16 كربون فاتي اسيد is extended form بيعطينا شكل. طيب ماي العصارة الصفراوية اللي في المرارة اللي هي ايه في الحويصلة الصفراوية، العصارة الصفراوية يا جماعة الخير اللي في المرارة شو وظيفتها؟ هي وظيفتها استحلاب الدهون، أي إنه إيه مضغ الدهون وليس هضمها، يعني تفتيت الدهون، يعني بتنخلط المية بالدهون بيعطي لون أبيض هيك خليط، هذا بنقول عنه إيميوليسيفيكيشن، أي استحلاب للدهون وليس هضم الدهون. اكتبها عندك، هذه الأحماض الدهنية من هي أساسها مصنعة من ايه؟ الاستيرول، من الدهون. Arbular derivatives هي ايه؟ مشتقات مائية من الكوليسترول that acts as detergents in the intestine، تعمل على تشويه، تكسير، تفتيت الدهون، immunosification، immunosifying، استحلاب، يعني ما يعني خلط الدهون بالماء dietary fat to make them more readily، عشان تخليها ايه more readily، اكثر accessible to digest limit. الدهون وهي متجمعه ككتله ما بيدخل في داخلها انزيم اللايبيز الهاضم، لا احنا نستحلبها بصير ايه تتفتت بدخل فيها الانزيم. نيجي للاستيرويد، الاستيرويد يا جماعه الخير هي هرمونات الذكوره والانوثه و العديد من الهرمونات والفيتامينات المصنعة، يطلق عليها اسم ستيرويد، شديدة الفعالية على الجسم، تعمل على مين؟ على الأبو تاع الدار، يعني قرارها بنزلش الأرض، ما بتشتغلش على سيل ممبرين ولا على رايبوزوم ولا على بطيخ، بتشتغل على الدي ان اي مباشرة. هذه المركبات اللي هي ايه دهنيه، عشان هيك الادويه اللي بقول لك استيرويد يعني انه ايه تاثيرها فعال 100%، زي اختك في البيت يعني لما بتروح تشكي لامك او لابوك كلامها مصدق، والعكس انت لما بتشكي لابوك بينما اخوك ابوك مش مستعد يستوعبه، لكن انت كلامك ما بينزلش الارض. Steroids are oxidized derivatives، هي مشتقات من الاسترول الحركات الأربعة قصده تم أكسدة إلها، they have the sterol nucleus، يعني أساسها nucleus البؤرة تبعتها هي إيه steroid، but lack the alkyl chain، ما فيش عليها alkyl chain اللي موجودة في وين؟ في الكوليسترول، attached to ring D of cholesterol and they are more polar than cholesterol، عشان هيك أكثر ذوبانية في الماء هاي الهرمونات والمركبات. طب من الاسترويد هذه في عندنا الهرمونات، هرمونات استرويد هرمونز فور اكزامبل ذا ار بوتنت بيولوجيكال سيجنالز، بوتنت قويه قويه، بوتنت بيولوجيكال سيجنالز اي انها اشارات بيولوجيه قويه تعمل على ذات ريجوليت جين اكسبريشن، اي انها تعمل على الجينات مباشرة. الكلمتين هدول اكتبوهم بماء الذهب، هدول كلمتين مهمات جدا. تمام، نمشي. شوف عندك هذا التستوستيرون اللي هو من الستيرويد، هذا هرمون الذكورة، يزداد معدله في سن البلوغ ويعطي هو ظهور الشارب، ظهور الذقن، اختلاف صوت الشاب. هذه هرمونات موجودة في الراجل وفي الولد وفي البنت، خلينا نحكي، لكن نسبته قليلة جدا جدا في البنت ونسبته عالية جدا جدا في الشاب، عشان هيك بتظهر الذقن، تظهر الشارب، يختلف الصوت، يختلف شكل الشاب، هذا لسبب هرمون الذكورة اللي هو تستوستيرون. وخلي بالك نسبته قليلة في السيدات جدا، لو ارتفعت نسبته في السيدات بصير ايه صوتها زي صوت الشاب، بصير يطلع لها عفوا شعر في 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 الوجه كالشنب زي الشاب بالضبط، حتى بصير سلوكها معطي على ايه؟ على انها راجل. ليه؟ لانه هرموناتها عالية، الذكورية عالية، وعشان هيك الستات اللي بتعالج للحمل لما بيعطوها هرمونات هذا الهرمون بيختل فبيرتفع، فبتلاقي ظهر لها ايه؟ شعر
في الوجه مثل الرجال، بيكون كميته قليلة بس بيظهر لها شعر خشن في الوجه، ومرات بيختلف صوتها حتى، عفوا بصير سلوكها، مشيتها، بصير كلامها، تفاعلها وتعاملها مع الناس معطي على أسلوب ذكوري. ليه؟ لأنه الهرمون الذكوري مرتفع عندها، استراديول الهرمون الأنوثي، والعكس هو الذي يعطي صفات الأنوثة لدى السيدات، بنقول عنه استروجين. وهذا الهرمون مهمته انه نضوج البويضات لدى السيدات، ولو ارتفعت نسبته في الرجال بتلاقي الشاب معطي على شكل ايه؟ بنت، او لحيته امرده. امرده يعني ايه؟ ملهوش شعر في الذقن، لأنه مرتفع عنده هرمونات الأنثوية. كورتيزول حبيب الشعب، هذا بنقول عنه العلاج السحري، مشتق من الاسترول. هذا الكورتيزول يا جماعة الخير بنقول عنه ماجيك تريتمنت، العلاج السحري. يعني في الحالات الصعبة في المستشفيات بيعطوا المضاد الحيوي، بيعطوا الدواء، بيضيفوا عليه كورتيزول، يزيد من فعالية هذا العلاج. بس خلي بالك الكورتيزولات احنا بنخاف منها لأنه تؤثر على الضغط، تؤثر على مستوى السكر في الدم، تؤثر على العظام، قد تؤدي إلى هشاشة، قد تؤدي إلى رفع الضغط، قد تؤدي إلى رفع مستوى السكر، عفوا خفض الضغط، قد تؤثر على أنحاء أخرى. يعني بنيجي نصلح نتفة بنخرب حاجات كتيرة، عشان هيك الكورتيزول بنخاف تعامله مع المرضى، بكون بحذر شديد وفي آخر مراحل. الاستيرون هو هرمون يفرز من الغدة الكظرية فوق الكلى، موجودة بشكل مثلث، يتحكم في الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم. بريدنازولون، في أدوية كتيرة لو اطلعتوا في الصيدلية عندكم بتلاقوا بريدنازولون، قال لك الدكتور خذ نص حبة مع الدواء اللي بتاخده، هو من مشتقات الكورتيزول، وبريدنازولون برضه من مشتقات الكورتيزول، يعطى بحذر. إيكوسينويدز، الدهون ذو 20 كربون، 20 كربون يتكون كاري مسج جونير باي سيلز، أي أنه مسؤول عن الإنتاج و من الهرمونات التي تفرز في، يعني نوع من أنواع الهرمونات. بس يكفينا أن نقول نوع من أنواع الهرمونات تتألف من إيكوسينويدز، أي إيكوسانويد معناها، إيكوسانويد معناها باللاتيني 20 كربونة، آر باراكراين هرمون، يعني هرمونات الخلية بتفرز الهرمون وبيشتغل على الخلية اللي جنبها، مش بيمشي في الدم ومن المخ مثلا وينزل يشتغل على إيه؟ على الأدرينال جلاند، على الكظرية، على، لا بيشتغل في نفس المكان. substance that act only on cells near the point اوف هرمون، يعني الخلية بتفرزها على الخلية اللي جنبها، في نفس الكبد، في نفس المخ، في نفس الايه، في نفس العضو. synthesized instead to being transported in blood to act and cell on other tissue or organs، يعني ايه؟ بيشتغل، ممكن يشتغل كمان من خلال الدم، يمر ويروح يشتغل في مكان تاني لكن في نفس النسيج او في نفس العضو الاورجانز. ديس فاتي اسيد بريفاتيفز، هذه من مشتقات الدهون، هاف فاريتي اوف دراماتيك افكتس، يعني لها تاثير دراماتيكي اون فيرتبريت تيشو، يعني تاثير متدرج، يعني لها تاثيرها الشديد. اول ايكوسينويدز اي درايفد فروم اركيدونيك اسيد، يعني المركب تبعه اركيدونيك، هيها 20 كربونه، 4 روابط دبل بوند انساتوريتد، بولي انساتوريتد فاتي اسيد، فروم ويتش ذي اكت ذير جنرال نيم جريك ايكوز اللي هو 20 اللي هو 20. ذير ار 3 كلاسز اوف ايكوسينويدز، هذه في منها 3 انواع، بروستاجلاندينز، بروستاجلاندين جلاندين اكتب لي عليها، هو مركب ينتج في مكان المرض ليعطي شعور بالألم، مركب بدي شيء منهم، بس كلمتين هدول عرفهم اللي انت تعرفهم لا الزمن. بروستاجلاندينز مركبات تنتج لشعور هذا الشخص بالألم، يعني لو رجلك انت خبطت في الطاولة، رجلك وانت ماشي خبطت في الباب،
تمام، اصبعك اجاك الصغير، شو اللي اجاك، كيف شعرنا في الوجع في هذه المنطقة، هذا النسيج انتج بروستاجلاندين، هذا المركب صار يعطي شعور للجهاز العصبي في المخ انه هان الم، صرت انت تتوجع. شو اللي وجعك؟ المركب هذا بروستاجلاندين. ثرومباكسينز، ثرومباكسينز اللي هي ايه، مركبات تعمل على تجلط الدم. ليكوترينز هي مركبات تفرز في حالة المناعة مكافحة ايه، الجراثيم. طيب بيولوجيكال ميمبرين اند ترانسبورت، عملية النقل داخل الخلايا. شوف خلي بالك الممبرين اللي تو حكينا عليه، الغشاء اللي هيو حول الخلية، هذا الغشاء اللي تو شفناه اللي هو فوسفوليبيد. ركز لي كويس، مهمة هذا الغشاء شو؟ حماية الخلية، اكتب عندك ثلاث كلمات هما حماية، تحكم في مرور المواد ودخولها، وين راح الماوس، دخولها من خارج الى داخل الخلية او العكس، تحديد شكل الخلية. بس الممبرين يحدد شكل الخلية، يتحكم وحماية. قال لك بيولوجيكال ممبرين اند ترانسبورت. شوف يا سيدي، شو مهمة هذا الغشاء الحيوي اللي حوالين الخلية؟ ذا فيرست سيربول اللي كام، هاي الاحتمالية اللي جاية اوف بينج وين ممبرين فورميد، ليش تكون بهان، المقصود منها هان، خليني اترجم لك اياها، ذا فير سيل بروبلي، احتماليه وجود الخليه كام، تصريف ثاني من كم، يعني اتت وخلصت، جايه من انتو بينج وين، عندما يكون ممبرين فورمد من خلال تكون غشاء حواليها، اذا تكون الغشاء معناته ايه، ان وجدت خليه، انكلوزنج يكون مغلقا على سمول فوليوم، على حجم صغير، اوف ايكواس من الماء، سوليوشن محاليل مائيه، ان سيبريتنج ويفصل هذا المحلول المائي، سيبريتنج ات فروم ذا ريست اوف ذا يونيفيرس، يفصلها عن العالم، عن الخلفيه، عن القاعده اللي حواليها. ذا بيولوجيكال اكتيفيتيز اوف ممبرينز فلو فروم ذير ريماركابل فيزيكال بروبرتيز، يعني هاي النشاط، الأنشطة الحيوية للغشاء يأتي منها خواص الفيزيائية نتيجة وجود الغشاء الخلوي. طيب شو الغشاء الخلوي من برين خواصه، يعني يعني كيف أقول لك، يعني النشاطات الحيوية للخلية جاية من السيل ممبرين اللي موجود، حسب السيل ممبرين. طب شو السيل ممبرين هذا خواصه، عشان نعرف خواص الخلية، قال لك الممبرين هذا بكون ايه، فليكسابل مرن، هذا شايفين كيف الخلية بتتحرك عندنا في الرسم، تمام، وحيدة الخلية هذه، هذه لها اهداب شايفين هون، تمام، سيليا هذه، هي هذه في قلبها النيوكلاس، وهذه فجوات، هذه النيوكلاس عفوا، وهذه فجوات في داخلها. طيب قال لك هذا الغشاء بكون مرن، تو حكينا عليه اللي هو اثنين طبقتين فوسفوليبيد عكس بعض شفناها، سيلف سيلينج يعني هذا يعيد التئام نفسه، لما بينجرح هذا الممبرين مين اللي بيعالجه، هو يعالج نفسه، يبني بدل اللي تكسر لحاله تلقائيا من نفسه، سلكتفلي بيرمول يعني اختياري، عارف ايش الشغل تبعه، بده يعبر جلوكوز له آلية، بده يعبر اكسجين له آلية، بده يعبر املاح له آلية، مش سايبة ولا انه عبر من مكان، لا في آلية معينة حنحكي فيها. باختصار تبولر سوليوس هذه المركبات الذائبة مائيا، خصوصا الذائبة دهنيا سهلة المرور، خلي بالك لانه ايه، هذا معظم ذائب مائيا. The relatively preparations of a protein and lipid vary with the type of membrane، نسبة وجود البروتين زي ما تو شفناها والدهون lipid vary، متنوعة حسب نوع الغشاء وحسب نوع الخلية، خلية عصبية مش زي خلية على الجلد، مش زي خلية كبد. طيب نمشي، شايفين الغشاء اللي تو شفناه، هيو نرجع له، هاي الكوليسترول، هاي البروتين، تمام، هاي
هاي الفوسفوليبيد رأس واثنين ديل، هاي الجلايكوليبيد المستقبلات اللي على سطح الخلية اللي حكينا عليها، تمام؟ هذه ايه؟ فايبر، اذا فاكرينها في الاحياء العامة الياف زي العمدان تحدد الشكل اللي موجود عليها، تمام؟ طيب هذه سكريات، تمام؟ هذه روابط من برا الخلية، الخلية مش سايبة على الجلد، في روابط بينها صمغ، هذا الصمغ اللي موجود. طيب هذا الشكل قال لك اسمه فلويد موزايك موديل، فلويد سائل، موزايك مبرقش، موديل نظام او شكل السائل المبرقش. انت كيف يعني؟ لو طلعت لي من فوق من هان، اطلعت على فوق من هان على سطحها، حتشوفها زي السائل الانسيابي لكن مبرقش، يعني فوق وفي شو اسمه هذا الخرز اللي موجود على الشكل هذا، شايف كيف؟ فانت بتشوفه، فقال لك ايه هذا اسمه فلويد موزايك موديل، يعني ايه؟ الشكل المبرقش من الخارج. زمان كنا نقول عنها نظرية ايه؟ ساندويش ثيوري. ليش ساندويش؟ لانه طبقة عكس طبقة، هاي الخبز من فوق وهي الخبز من تحت، تمام؟ وفي الوسط في ايه؟ فلافل وطماطم وخيار. The combined evidence، هذه الأداة الـ combined evidence أو الدليل المتراكب مع الموضوع from electron microscope، في صورة ميكروسكوب إلكتروني بكبر ملايين المرات، مش زي اللي عندنا في المختبر 1000 مرة، and study والدراسات of chemical composition والتركيبات الكيميائية as well as في نفس الوقت physical study والدراسات الفيزيائية of permeability للنفاذية and motion والحركة بتاعت الخلايا of individual protein للبروتينات والدهون molecule within membrane lead، عملت على تطوير of the كانت sandwich theory، نظرية الساندويش أصبحت fluid mosaic model for structure of biological membrane، لأي شكل؟ للغشاء الخلوي، يعني إيه؟ بناء على دراسات كيميائية وفيزيائية، وهذا جاب لنا الشكل المبرقش من السطح، وكتبوا الكلمتين اللي قلناهم في المحاضرات السابقة، بروتين، سكريات اللي هو كربوهيدرات ودهون، دهون وكلهم مجتمعين في غشاء أي خلية في الدنيا. What is the fluid mosaic model of membrane structure؟ شو هذا الشكل؟ حيحكي لك الكلمتين اللي أنا قلت لك إياهم. قال لك fluid mosaic model is the most widely accepted description، هو وصف أو نظرية أو علم of يوصف لي أكثر شيء ملائم متفق عليه للأغشية الحيوية بتاعت الخلية. The basic structure of biological membrane is that of the phospholipid، قال لك التركيبة الأساسية وجود phospholipid بي layers، طبقتين عكس بعض، with the protein embedded، وعليها بروتين مخمور اللي هو ايه؟ الخرز اللي على سطح هذا بكون في داخلها، لكن احنا بنشوفه من فوق مبرقش كالبرقش. In the بي layer structure، بروتين بروتينز فلوت، يعني كأنه انت بتشوفها بتعرفوا كيف بتشوف في الاسكيمو وفي في المناطق التلج، بتشوف كيف التلج هيك ابيض ابيض طبقه هيك، تخيلها معي وطالع على سطحها ايه؟ هنا بكون قارب مبين إيه، شويه التلج ظاهره هيك يعني ايه، مرشوش عليها زي ما انت بتيجي على السطح وتحط لك ايه كذا إيه يا سيدي، بلاش، شفتي كيف العباية تمسكيها عفوا في ايدك وبتبقى ملزق عليها الحبيبات هذه الإزاز المبرقشة، زيها بكون الشكل، طبقة وفوقها برقش، يبقى راح قال لك بروتين، هذا البرقش هو بكون بروتين على الممبرين عندنا فلوت، يطفو على سطحها من فوق ذا بي ليبيد بي لاير فوق الدهن، كان موف الون the plane of the membrane، يعني على سطح الغشاء هذا بس بتشوف البروتينات والمستقبلات اللي احنا حكينا عليها. membrane protein may be divided opportunely opportunely divided، هذا الغشاء مقسم الى into two group، هذا البروتين اللي موجود، في بروتين بس على السطح بنقول عنه بريفيرال طرفي، يعني على الوجه قاعد فوق وما بنشوفه تحت زي في الرسم هذا، زي هيك بكون قاعد زي هذا،
هذا هيك على الطرف، هاي بكون طرفه هان، وفي هذا بريفرال طرفي، في انتجرال كامل، شايف هاي البريفرال، هاي الطرف، الانتجرال هذا الكامل، يعني من هنا شو هذا مهمة البروتين؟ هذا من جوا مجوف زي البرميل، يعني زي القناة زي المصاصة، بصير يدخل البروتين من هنا المركب، من أي مركب من داخل القناة ويدخل جوا، تعرف عليه في المستقبل بتدخله أهلا وسهلا وبتطلعوا من الطرف الثاني، تمام؟ بريفرال اند انتجرال. قال لك لايك ايسبرغ، ايسبرغ الواح، الثلج اللي موجوده فوق الاسكيمو، ان ذا سي اوف ليبيد، يعني ايه؟ شويه ثلج فوق طبقه الدهون، قصده فوق طبقه الاسكيمو للثلج. قال لك لايك ايسبرغ ان ذا سي اوف ليبيد، هذه نظريه ايه؟ البرقشه او فلويد موزيك موديل. يعني انا بذكر زمان في المحاضرات كان يجينا سؤال اشرح هذه النظرية، فهذا اعتبروه مهم، تشرح لي الكلام اللي انا حكيته، عيده ولخصه. طيب الليبيد فين لاير ستراكشر، خليني اخلص هالكلمتين. قال لك لو اجينا هذه الطبق الغشاء الخلوي كسرناه خلطناه في مولونيكس، كيف شكله بده يعطينا اياه في المية؟ حيعطينا ثلاث اشكال، هذا الغشاء اللي كسرناه، يا اما حتطلع الطبقة اللي فوق زي هيك وتتجمع حوالين نفسها والهيدروفوبيك انتر اكشن اللي حكيناها في اول محاضرات، او انه حتطلع منه قطع زي البسبوسة او الكنافة او قطع من السندويشات زي كده، جزمة احنا عملناها، هذه بنقول عنها مثل، هذه باي لاير قطعة، او انه لايبوزوم، يعني هذه القطعة لفت حوالين نفسها فبصار من الداخل فوسفوليبيد الرأس ومن الخارج فوسفوليبيد وهيك الدهون وحواليها مية. يبقى هان ثلاث اشكال، قال لك جلايكو او جليستروفوسفوليبيد، هذا الفوسفوليبيد سفينجوليبيد اند سترول اند فيريتين سوليوبل ان ووتر، الغير ذائب مائي، لو خلطنا هذا الفوسفوليبيد وين ميكسد ويز ووتر زي سبونتينيوس لفور مايكروسكوبيك ليبيد اجريجيشن، عمل لي تجمعات الثلاثه اللي تو احنا شفناها، انفيسبريشن فروم دير ايكوال سراوندينج، طبعا ايه نتيجه ضغط الميه عليها، ميه محبه للماء وفي الوسط شيء كاره بصير عليها ضغط، حكينا في الموضوع هذا، ما حدا يقول لي مش فاهم يرجع لاول محاضرات. 3 تايبس اوف ليبيد اجريجيشن كان فورم، اعطاني ثلاث انواع من التجمعات، ميسلز اللي تو شفناها ار سفيريكال ستراكشر، شكل بيضاوي، كونتين اني وير فروم فيو تو زين، يعني مجموعه لغايه ثاوزندز تجمع اللي هو الكروي هذا، امفيباتيك مولكيول، مركبات محبه وكارهه للماء، الراس بكون متعامل مع الميه برا والديل جوا كاره للماء متخبي، باي لاير قطعه تو ليبيد مونولاير ليفت ليفليت، يعني زي الورقه هيك اللي قصقصناها فروم تو دايمنشنال شيتس، لايبوزوم، لايبوزوم اللي هي نفس الشيء نفس الميسلز هذه بس مش طبقه واحده، طبقتين، فول باك انتو ات سيلف تو فورم هولو سفيريكال، هولو يعني ايه؟ فارغ من الداخل، من جوا بكون ايه؟ ايوه من جوا بكون دهون او عفوا محب للماء، هان كاره للماء هان محب، يعني ايه؟ بيقدر يتعامل مع الميه بس من جوا حقد كاره للماء، بنقول عنه لايبو زو. نتوقف لغايه ممبرين، تمام، ديفيوجن وخلافه، كيف عمليه النقل. استودعكم في امان الله واراكم في المحاضره القادمه.